الدكتور لطفي الزكي، طبيب جراح في القطاع الخاص بمدينة فاس ورئيس الجهوي ديال منظمة مهنية الصحة التجمعيين في الجهة ديال فاس مكناس. هذه محطة جديدة ديال المنظمة الوطنية ديال المهنيين ديال الصحة التجمعيين. تم التطرق لواحد الموضوع مهم ديال الشراكة بين القطاع الخاص والعام كرافعة لتحسين الولوج للمواطن للخدمات الصحية، وكان تطرقوا له واحد العدد ديال المتدخلين أساتذة جامعيين فاعلين في القطاع مهني القطاع، وإن شاء الله غادي نخرج بواحد التوصيات اللي غادي يفيدوا المنظومة الصحية إن شاء الله. موضوع ديال هاد الشراكة بين القطاع والخاص كيف تيشجع عليه صاحب الجلالة نصره الله، وحنا كلنا منخرطين لإنجاح هذا الورش إن شاء الله. ومنظمة مهنية الصحة التجمعيين مازال لها محطات أخرى بحيث ستقوم بجولات على جميع الجهات، وإن شاء الله احنا دائما في خدمة المواطن وفي خدمة صحة المواطن. شكرا. شكرا لكم. قولي أستاذ، بالنسبة للحضور كان مهم من فاس ولا؟ كان الحضور من الجهة كلها، كان من مكناس، من فاس، من بولمان، من صفرو، من تازة، جاءوا أطباء، جاءوا صيادلة، جاءوا طلبة ديال الطب وطلبة ديال المدارس التمريض وطلبة ديال كذلك راكم شتي وديال الصيادلة وديال الإحيائيين. كان حضور موازن، حضور مهم، بأنه ممكن لي أنا تنعتبر بأنه كان لقاء ناجح بجميع المقاييس. شي كلمة شكرا أستاذ بالنسبة للحضور؟ تنشكر فعلا جميع الحضور، جميع الناس اللي جاوا، جميع الناس اللي خلاو من وقتهم جاوا حضروا معنا باش يتريو النقاش وباش ينجحوا هذا اللقاء، وتنشكرهم جميعا. وحنا راهين الاشاره ديالهم، ومازال يكونوا لقاءات اخرين مواضيع اخرى خدمه للصالح العام وخدمه للمنظومه الصحيه وخدمه للورش الملكي اللي حنا دائما وراءه مجندين لانجائه. شكرا. الدكتور نعيم الزويني، مدير مشفى محمد الخامس بمكناس وعضو المكتب الوطني منظمه الصحه التجمعيين. فاليوم المنظمة الوطنية المهنية الصحة التجمعيين وبشراكة مع المنظمة الجهوية فقمنا يعني بتنظيم لوحة ولا الشراكة بين القطاع العام والخاص، وكذلك طرحنا مجموعة من الأمور اللي هي كتهم قطاع الصحة وبالأخص يعني الشراكة كما قلت بين القطاع الخاص والعام، وكذلك المجموعات الصحية الترابية وشنو هو الجديد في القوانين اللي جاية وفي الإصلاح ديال المنظومة، وكما يعني جميع الأطياف داخل هذا المنظمة نشيد بالعمل الجبار اللي كتقوم به الحكومة ووزارة الصحة بالخصوص في هذا المجال، بحيث أن قطعنا عدة أشواط يعني في إصلاح المنظومة، رغم أن هناك مازال هناك يعني إكراهات، ولكن على العموم ف يعني العدد من المراسيم وعدد من القوانين اللي يعني تم المصادقة عليها في البرلمان، واللي أكيد أنها غتغير بشكل جذري الوجه ديال المنظومة الصحية بلادنا. دكتور عثمان الهرموشي، نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهني الصحة التجمعيين. اليوم بمدينة فاس احنا كنتصادفوا مع المحطة الخامسة من الجولة الوطنية اللي كتقوم بها منظمة مهني الصحة التجمعيون على الصعيد الوطني لكل، وهذه الجولة الوطنية هي جولة في نفس الوقت جولة للتعريف مضامين الإصلاح المنظومة الصحية اللي كتقوده الحكومة واللي كتشرف على التنزيل ديالو. هذا الإصلاح اللي هو ورش ملكي بامتياز لليوم من الواجب ديالنا نحن كحزب كمنظمة موازية لهذا الحزب أننا نبلغوه المواطن وكذلك نبلغوه المهني هذا القطاع. هذه الجولات هي فرصة كذلك لتجديد هياكل هذه المنظمة على الصعيد الجهوي، وذلك في أفق تنظيم واحد الجامعة ربيعية في شهر أبريل 2024 إن شاء الله، اللي غنحاولوا نعطوا فيها منجزات الحكومة لنصف الولاية فيما يخص جميع مضامين الدولة الاجتماعية. اليوم هذا اللقاء عرف حضور أكثر من 400 مهني الصحة، وكذلك بالإضافة إلى منتخبون وفعاليات المجتمع المدني. كانت المناقشة حول موضوع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل تحسين ولوج المواطن للعرض الصحي. كنظن اليوم أنه هذه الشراكة خصنا نزيدوا نتناقشوا عليها، نزيدوا نقويوا الأسس ديالها القانونية. اليوم هذه الشراكة هي كذلك من مفاتيح النجاح هذا
الإصلاح، واليوم نحن كحزب سنعمل على تعميق النقاش في هذا الموضوع من أجل تبليغ النتائج في أقرب وقت، وذلك بانخراط مجموعة المهنيين في القطاعين على مستوى القطاع العام أو على مستوى القطاع الخاص. وشكراً.